فبرحب بالاستاذه عبير الشناوي المدير التنفيذي لمستشفى بروك لرعايه الحيوان. استاذ عبير مساء الخير، اهلا بحضرتك. مساء النور، اهلا بيك يا استاذ عمرو. اهلا اهلا وسهلا. وسهلا. يعني اعتقد هذه الزياره من دوحة كورنوال اعتقد انها كانت تتويج للجهد الطويل اللي مؤسستكم بتقوم بيه. هو الحقيقه مش بس تتويج، لان احنا ما زلنا وهنفضل ان شاء الله مستمرين. هو اهم حاجه في زياره صاحبه السمو الملكي، واسمح لي قبل ما ابدا كلام عن الزياره ان انا اتوجه بتحيه وتهنئه لسياده الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبه عيد ميلاده، واتمنى له ان شاء الله يا رب دايما الصحه والعافيه وطوله العمر والتوفيق من عند ربنا في كل حاجه هو بيعملها لبلدنا. بالنسبه لزياره صاحبه السمو الملكي، هي اهم حاجه في الزياره بالنسبه لنا ان هي سلطت الضوء على الشغل اللي احنا بنعمله. يعني احنا بقالنا سنين الجمعيه من سنه 1934 وهي منشاه وبتقوم بالاعمال بتاعتها الى الان، وكان تسليط الضوء ده هو اللي كان مهم قوي. الحوار اللي دار ما بين حضرتك وما بين صاحبه السمو ودوقه كورنويل، انا شايف مثلا ده مثلا انا اسف، يعني ده حمار واضح ان هو كان متعذب وكان يعني زي الحاجات اللي بنشوفها في الشارع، واضح ان اهتميتوا بيه وبتعالجوه وهي حتى بدات تتعامل معاه وتاكله او تحاول ان هي تتلمسه كده، فارجوكي احكي لنا القصه دي. أكيد. هو في الأول أنا أحب طبعا أوضح إن هي قد إيه كانت قمة في التواضع، وفاجأتنا بإن هي طلبت إن إحنا نفتح البوكسات علشان تتواصل مع الحيوانات وتلمسها وتطمن عليها. الحيوان اللي كان موجود الحقيقة كان اتعرض لحادث في الطريق، ودي مشكلة لأغلبية الحيوانات اللي إحنا بنقابلها هنا في القاهرة. يعني معظم الحالات اللي بتجينا في القاهرة بتبقى حوادث الطريق فيها بتبقى أصعب نوع جروح وأصعب نوع إصابة. مشوهة يا فندم ومتبهدلة. فهي كانت بتسأل على خالص، فدي أصعب حالات بتجيلنا، فهي كانت بتسأل على مدى صعوبة الحالات اللي بتجيلنا وإزاي إحنا بنتعامل معاها. كمان اديتولها هدية تذكارية مش كده؟ دي بقى يعني حاجه من الحاجات اللي انا الحقيقه مبسوطه بيها، لان هي انبهرت بيها جدا، وانبهرت باعمال زميلنا اللي هو عبد العليم شوقي، هو السروجي بتاع المستشفى. واعمال السروجي في المستشفى يعني جزء من الاعمال بتاعتنا. يعني احنا شغالين توعيه وعلاج طبعا في المقام الاول، وكمان بيطار وسروجي، فالسروجي المفروض بيعمل حاجات خاصه بالحمار. هو عنده موهبه زياده وعارف ان هي موجوده، فعمل اشكال كتيره من الكرتون الملون وحاجات على شكل حمار وحصان، وجهز هو الهديه دي، وجي طلب مني ان انا يعني اسمح له انه يقدمها لها ويوريها الشغل بتاعه. فالحقيقه هي يعني نظره السعاده اللي كانت ابتسامتها فعلا لما يعني شافت الهديه، وهي بتاخد الهديه الابتسامه كانت واضحه يعني. يعني هي عجبتها جدا، فكنا سعداء كلنا ان هي قبلت مننا الهديه دي، وبتمثل الاهتمام بتاعنا اللي هو الحصان. طبعا كان حصان مجسم بالورق. طب كتبت ايه يا فندم في سجل الزيارات؟ احنا شايفين برضو صوره وهي بتكتب كده كلمات في نهايه الزياره، كتبت ايه؟ الحقيقه حضرتك اكيد عارف طبعا ان صاحبه السمو الملكي كاميلا باركر هي راعي رسمي لجمعيات اهليه كتير جدا، ومؤسسات خيريه، وعضو فخري كمان لمؤسسات اهليه كتير بتعمل برضو بالرفق بالحيوان. واحنا جمعيه مستشفى بروك الخيري هي احنا احدى الجمعيات اللي هي عضو فخري ليها. فهي كتبت الكلمة، الحقيقة هي عملت التوقيع بتاعها بشكل منمق جدا وفي رسم جميل، وكتبت ان هي سعيدة بكونها عضو فخري لجمعية مستشفى بروك الخيري. انا بشكر. وده طبعا غير الكلام اللي هي وجهته لنا الحقيقة. طبعا. إيه بقى؟ لانها توجهت لينا بالشكر على العمل بتاعنا، وكان بعض الاهتمامات اللي هي كانت بتسأل عليها، لان هي دي مش اول زيارة ليها زي ما حضرتك برضو عارف، اكيد دي زيارة الثالثة. هي الزيارة الثانية للقاهرة. الثانية ليها يعني. اللي فاتت كانت سنة 2006. مظبوط. الثانية ليها في القاهرة. فطبعا يعني كانت بتتابع معانا التطور اللي حصل في العمل من 2006 لغاية النهاردة، لان دي 16 سنة. يعني هي حتى عبرت عن وجودها مرة تانية، وفي مقولة لدوروثي بروك، لأن هي برضو تعرضت أنها كانت بعيد ورجعت تاني،
وكانت سعيدة بلقاء الزملاء، وتعرفت على بعض الزملاء اللي هي كانت قابلتهم في زيارتها اللي فاتت. كانت فاكرة وبرضو حاجة من الحاجات اللي أسعدتنا، كانت فاكراهم. وبرضو حاجة من الحاجات اللي أسعدتنا إن إحنا يعني في بروتوكول طبعا علمونا عليه قبل ما هي تيجي، إن إحنا السلام بتاعنا هيبقى كده، إن إحنا بنسلم كده علشان الكوفيد وكده. لما هي جت هي الحقيقة تخلت عن البروتوكول اللي هم حفظوه، كسرت البروتوكول اللي كانوا حاطينه وسلمت علينا تماما، كسرت البروتوكول واضح تماما. انها كانت وسلمت علينا وعلى اعضاء الفريق، كانت مشتاقه تشوفكم 16 أيوة. سنه، وواضح انها كلمتكم واحد واحد وفاكره اساميكم يا استاذ عبير يعني. تذكرتنا فعلا تماما، وسلمت على الاعضاء كلهم يعني بعد الجروب فوتو حتى كمان، يعني سلمت بالايد، ما فيش تباعد اجتماعي بصراحه. وبرضه حاجه من الحاجات يعني اللي كانت لا بس احنا كنا محافظين عليها برضه، احنا في أكيد. كل الناس واخده الفاكسين وكله زي الفل الحمد لله. برضه حاجه من المفاجآت لينا ان هي كان المفترض ان هي هتدخل اليارد اللي هي المكان اللي فيه رمل، اللي الحيوانات بنحافظ على الحيوانات اللي هي بتتعالج، ان هي لازم يكون في مكان بتتريض فيه وبتلتقي ببعضها وتعمل المرمغه في التراب، ففي يارد عندنا للشكل ده، فاحنا ما توقعناش ان هي هتدخل عشان الرمل لان هي لابسه شوز طبعا وكده. لكن احنا مجرد ما فتحنا الباب بتاع اليارد احنا لقيناها شفنا حمار عمال يتمرمغ في الارض وهي واقفه يعني. ايوه كان مستعجب والله يعني ما سابتوش في حاله. ايوه هو ده هو ده، ودخلت ووقفت وطبطبت عليه وكل حاجه يعني. بالظبط. وابتدت تسال برضو على حاله الحمار ده، كان ايه مشكلته، كانت ايه، وسالت كتير على التوعيه كمان، هل احنا قادرين ان احنا نوصل الرساله بتاعتنا يعني. يعني ايه ده وعماله تطبطب عليه وتلعبه، وايه ده جنب بقه يعني يعني شيء الحقيقه يعني درس في في الانسانيه وفي التحضر وفي الرأفه وفي الرحمه وفي الحب يعني. فيعني شيء الحقيقه والله عظيم ودرس مهم جدا يعني حقيقه يعني. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ عبير الشناوي المدير التنفيذي لمستشفى بروك لرعايه الحيوان، شكرا جزيلا لحضرتك.